حلو بس عظيم. بيسألوا أنا فخور على كل هذا الحال في هؤلاء الناس. مساء الخير للدكتور وللجميع، وأقول لن نمل ولكننا تعبنا قد نتخاصم مع الأستاذ حبيب، لكني أضطر إلى أن أصور قليلا لجمهور طرطوس. قال الدكتور في طرطوس تعودتم على 50 دقيقة ونحن وأنا أقدم على الأغلب ما هو في برامج طرطوس الثقافية. الحقيقة طرطوس جمهور طرطوس جمهور مثقف جدا وهو متعود على الحوار، وفي محاضراتنا تجاوزت أكثر من 2.5 ساعة إلى 3 وخاصة في المهرجانات الأدبية، وهنا في الصالونات لن نتحدث أكثر. سؤالي الأول للدكتور، وقد سمعت أن من مرجعيتي وأنا نادرة ما تهمني ذاكرتي فيما أهتم إليه، على ما أعلم أن آخر آية نزلت في القرآن الكريم نزولا وليس كما هو مرتب في الكتاب، بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وقد سمعت من الدكتور العلامة ما هو غير ذلك، أريد توضيحا لأن ما جئت به عن كتاب موثوق أيضا. السؤال الثاني، ورد ذكر ما فيه من الذكر الكريم أيضا، وعلم آدم الأسماء كلها، ونحن نعلم أنه اختلف على ما هي هذه الأسماء التي علمها آدم. أنا أريد أن أسأل، نحن في اللغة العربية لدينا نظام هو التقاليد الستة، وأعلم أنك بالضرورة مطلع عليه، هل للأسماء مدلول صوفي من يعني هل أن أستطيع أن أشترح من اسم معنى السمو ليكون ما تعلمه آدم صوفيا هو السمو واللبل الذي يجب أن يتعلمه الإنسان منذ بدء الحياة إلى نهايتها أيضا. وشكر لأبونا النصران الذي غادرنا لهذا الحوار لسان المسيح، وإن لم يكن يعني لم يتوسع فيه، وتصديقا لما قال ولفكرة الربوبية. لدينا أيضا في مرجعياتنا الإسلامية الشيعية أو غير الشيعية لست مطلعة على الأكثر ما في هذا المعنى قول الإمام علي أو أحد الأئمة عليهم جميعا السلام، كلكم عياد الله وأحبكم إلى الله أخلصكم إلى عيالي، ونعلم أن العيال أولاد فنحن أولاد الله أيضا، والبنوة نفسية ومعرفية وصوفية أيضا. وأخيرا تعقيب فقط على ما قيل إن الله سبحانه وتعالى قريب يجيب دعوة الداعي، كنت أتمنى لو بدأنا بالآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فالإجابة للعباد والعبادة معرفة، والمعرفة هي أن نعرف حدود الله سبحانه وتعالى، أن نستمر بما أمرنا وأن ننتهي عما نهانا. وشكرا لك. حضري حالك لمحاضرة قادمة. أولا شكرا جزيلا بهالتنشئة اللغوية الرائعة، تتحدثين بلغة جميلة وبشجاعة. بس دكتور رمزي نرسان آغا هون وجماعة الفضائية هون، يبدو أنه أنت كمان إعلامية، ما هيك؟ كمان إعلامية أو مدرسة أدب عربي، إذن بطل العجب من حيث البلاغة. بس أولا جربي تدربي على طريقة استخدام المزياع، يعني خلي هالكلام يوصل واضحا يبعد، لأنه يعني هيك دائما الدكتور رمزي بيعذبني لما بيسجلوا هذا الصباح، بعد قرر طيب عيد ساوي كذا. أنا هاي تقليد لشغل الفضائي. الأمر الثاني، أنت ظني وهالمشايخ حاضرين انه انا اذا قلت لك جواب القسم الثاني من سؤالك ما بتطرى شيء. انا حريص على سلامه اذنيك وعينيك وكل شيء، لذلك لن اجيبك على شيء من كل ما سالتك. انا برجع بشكر الانسه، هذا هو الشكر.